الوزير المصري في أعقاب اللقاء بتصريح لقناة الموريتانية قال فيه: تأكيدا وتفعيلا للعلاقات المصرية الموريتانية بعد لقاء مع السادة الوزراء معالي وزير السيد المصايد ومعالي وزيرة الزراعة ومعالي وزيرة البيطرية، كنا بنعرض ما تم في هذه اللقاءات ونحن مدى تفعيل وتطوير وتعميق العلاقات المصرية الموريتانية. يبقى في تبادل من حيث الخبراء الموجودين ايضا في البحث العلمي، ايضا من العلاقه التجاريه ايضا ما يطول بين مصر وموريتانيا. وطبعا دي من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، مؤكد و مدينا التوجهات بتوضيد وتقويه العلاقه المصريه الموريتانية. تم زيارة كثير، لقاء مع الوزير، وزرنا ما موجود في معامل صحة الحيوان خاصة معمل الأسماك، أيضا تناقشنا مع وزيرة الزراعة في مجالات الزراعة المختلفة وما مطلوب في المرحلة القادمة، أيضا نقاش مع معالي وزير البيطرية أيضا في الخريطة الوبائية لأمراض الحيوان وكيفية تبادل الخبراء بيننا وما هو موجود هنا، ما يتم العلاقة في التبادل بين مصر وموريتانيا إن شاء الله في مجالات كثيرة ومجالات مختلفة. تم عرض على الوزير الأول من خلال معالي السفير إن احنا إن شاء الله يبقى في تجهيزات لمعرض مصري كبير حتى يتم تقريب العلاقات المحورية والأسرية والثقافية بين مصر وموريتانيا. صدقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية سيد الخليل الطيب على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. الجمعية الوطنية ناقشت اليوم في جلسة علنية جرت